محافظة الأليوبية فيها مشكلة أزلية الكل عارفها، ويمكن أهالي الأليوبية بيعانوا منها على مدار السادة المحافظين اللي فاتوا أو على مدار العقود. تتغير الحكومة، بيتغير المحافظ، يتغير وزير التنمية المحلية، تتغير القيادات في المدن والمراكز، وتبقى أزمة التلوث أو القمامة أو عدم وجود استراتيجية عند محافظة الأليوبية في حل أزمة كوام وتلال القمامة اللي موجودة في الشارع، هي الطبع أو الغالب اللي بيعاني منه أهالي محافظة الأليوبية. يمكن سيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الأليوبية قبل كام سنة، يعني بعد ما جه بكام يوم كده، قال لنا إن عنده خطة واستراتيجية لحل أزمة التلوث في شوارع المحافظة. وبعد شهرين ثلاثة فسخ التعاقد مع الشركة اللي كانت شغالة في جمع القمامة من الشارع. وبعد كام شهر أعلن الاتفاق مع شركة جديدة. كام شهر تاني تم فسخ التعاقد مع الشركة الجديدة. بعد كده بقرار من سيادته أو فرمان من سيادته تولت الأحياء عملية جمع القمامة. ودي رحلة قصيرة من الفشل عملها السيد محافظ الأليوبية بعد ما كان في شركة متخصصة مشاها، جاب شركة تانية ومشاها، جاب شركة تالتة ومشاها، وفي النهاية أسند للسادة المسؤولين في الأحياء أنهم ينزلوا الموظفين بتوعهم يلموا القمامة من الشارع. فنتيجة أو النتيجة الطبيعية تتحول شوارع الأليوبية لما يشبه حسب كلام المواطنين مقلب قمامة كبير تسبب فيه السيد المحافظ. لكن على استحياء كل كام يوم كده بيبقى عندنا هذا الخبر، قال لك رفع 600 طن قمامة حملة مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات بشوارع شبرا الخيمة. وما شاء الله يعني سيادة المحافظ بنفسه هو اللي نازل يلم الزبالة والقمامة من الشارع. الغريب إن الحملة دي اللي لموا فيها 600 طن، كان في حملة قبل 4 أيام أيضا ولموا فيها حوالي 1500 طن، كان في حملة من أسبوعين بيلموا فيها أيضا نفس الرقم. لكن الحملات دي بتبقى في شوارع المدن، في المناطق اللي قريب من مجلس المدينة، المنطقة اللي قريب من ديوان عام المحافظة. لكن باقي الشوارع بمجرد ما تخش كده الأليوبية، وده كلام يعني أنا يعني بحب طبعا الأليوبية وأهالي الأليوبية، لكن ده كلام أهالي الأليوبية نفسهم، بتحس إنك دخلت الأليوبية بمجرد ما تلاقي كوام الزبالة والقمامة موجودة في الشوارع وانت ماشي كده داخل محافظة الأليوبية. الغريب إن شبرا الخيمة اللي شوارعها تحولت لأزمة بيعاني منها المواطن بسبب القمامة، قبل كام شهر كان أعلن سيادة المحافظ القضاء على العشوائيات، والأليوبية أصبحت أو عشوائيات الأليوبية أصبحت في الماضي، وتم تطوير 3 مدن ب2 مليار جنيه منهم مدينة شبرا الخيمة. قال لك قضينا على العشوائيات وحسنا مرفق النظافة وصرفنا 2 مليار جنيه. 2 مليار جنيه لتطوير 3 مدن، شبرا الخيمة كان نصيبها 900 مليون جنيه. ورغم 900 مليون جنيه اللي صرفوا في تحسين البيئة في شبرا الخيمة، ظلت شبرا الخيمة من 2021 تلال القمامة بتحاصر شرق شبرا الخيمة. ونائب المحافظ وعدنا في 2021 ان الأزمة هتنتهي قريبا، فيما يبدو ان قريبا ما جاش، لان احنا وصلنا ل 2023 وبقيت الأزمة مستمرة. حطي الخبر كده اهو، اهالي منطقة المرور بشبرا الخيمة بيعانوا من انتشار القمامة. وما بين 2021 و 2023 رحلة من المعاناة والاستغاثات والفساد الحكومي والوعود الحكومية أيضا اللي محلتش المشكلة لحد دلوقتي. نتابع هذا الفيديو لشكوى بعض أهالي شبرا الخيمة من انتشار القمامة في الشوارع. سكنية وإحنا في وسط زبالة، بدل ما يعمل نافورة هنا ويعمل شوية زرع وشوية ورد، أنا راجل عندي مرض الصدر وكلنا عندنا مرض الصدر، خد بالك مين مسؤول؟ والشوارع بالمنظر ده كلها ما فيش صناديق وزباله وقرف، وعلى المرور كله بقالها اكتر من شهرين او 3 شهور الفحت ما عارفين نعدي بعربياتنا ولا اي حاجه. احنا عايزين من الحل ينضف لنا الحته ويجيب لنا صناديق للزباله هنا. الزباله على طول الحي سايبها هنا، العربجيه على طول بترمي الزباله، مش قادرين على حد. مشكله من اولها ان الفلوس اللي اتلمت على عدات الكهرباء دي هي دي اللي بوظت الدنيا. والزباله كل البيوت بترمي الزباله في الشارع. كلها زبالة
ما حدش طايق. طب ما قافله الشوارع وسد الدنيا وطلعها ريحه زين زي الزفت. الواحد ما كانك قاعده في طرق في مقابر فوق. ما فيش عربيات زباله بتعدي، عربيات الكارو اللي بتيجي تشيل من الناس. ما فيش عربيات زباله، ما فيش خدمه. ما فيش صناديق زباله طبعا يا فندم، ولو فيها صناديق زباله بتيجي تتشال تتباع وتتبر. يعني خدمه مؤقته، خدمه 24 ساعه 48 ساعه، مش قائمه على طول. ما فيش صناديق خالص لحد المرور، ما فيش صناديق. سكنيه واحنا في وسط زباله بدل ما يعمل نفط. ده كلام المواطن وده كلام المحافظ، ودي الأليوبية اللي سيادته قضى فيها على العشوائيات، ودول الاتنين مليار اللي اتصرفوا من أجل تحسين البيئة في محافظة الأليوبية، ودي البلد اللي كان عندها مؤتمر المناخ قبل كام شهر، ودي البلد اللي بتزرع 100 مليون شجرة عشان مش عارف الاقتصاد الأخضر وتنمية البيئة وتحسين الجو. أهالي شبرا الخيمة، مركز شبرا الخيمة، بل أهالي الأليوبية كلهم بيشتكوا من أزمة القمامة بقالهم 10 سنين. لا مليارات الحكومة حلت، ولا وعود السادة المسؤولين نفعت، ولا استغاثات المواطن لقت حد يسمع لها. على ذكر شبرا الخيمة، يعني عشان نبقى كده وفينا حق أهالي شبرا الخيمة اللي المشاكل والأزمات بتحاصرهم رغم مليارات سيادة المحافظ. شوف هذا الخبر. الخبر ده كان في 2020، قال لك الحكومة تستجيب لاستغاثات أهالي شبرا الخيمة وطورت شارع أحمد عرابي. التطوير ده عمل إيه في شارع أحمد عرابي؟ قال لك والله ده إحنا حطينا مش عارف صناديق لجمع القمامة، وجددنا الكوبري بتاع الشارع، وعملنا أسفلت، وده استجابة لاستغاثات السادة المواطنين. لو أنا ما عرفتكش يعني، قال يعني الحكومة بتستجيب للمواطن، لكن تمام. في 2020 قبل 3 سنين تم الاستجابة حسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، وحلينا مشكلة شارع أحمد عرابي. لكن 22 اللي هو بعد سنتين من استجابة الحكومة، النائب أحمد عرابي أو النائب محمد عبد العزيز آسف، بيقول إن الشارع اللي هو شارع أحمد عرابي بما فيه صينية الكوبري، بما فيه القمامة اللي الحكومة قالت إنها شالتها، بما فيه الاستجابة اللي الحكومة قالت إنها استجابتها، كلفت 40 مليون جنيه، ورغم كده لم يتم تطوير الشارع. امال الفلوس دي اتصرفت فين يا سيادة المحافظ؟ امال ال 40 مليار اللي انت طورت بيهم هذا الشارع وديتهم فين؟ اذا كان النائب، طبعا النائب ده زي باقي النواب اخواته اخرهم يطلع يسأل، لكن يروح يحاسب المحافظ؟ لا دي مش شغلته. يروح يسأل الوزير الفلوس راحت فين؟ لا دي مش ما يجرؤش اصلا على هذا الكلام. لكن بالنهايه عندنا شارع احمد عرابي اتصرف عليه 40 مليون جنيه والوضع كما هو. مسترد بقى، شوف كده اهالي مسترد بيطالبوا بكوبري او مطب صناعي، عايزين مسترد، عايزين نعدي الشارع. يعني الناس وصل بيهم الحال في الـ في الـ في الـ في المركز اللي صرف عليه 2 مليار او 90 مليون جنيه انهم بيحلموا انهم يعدوا الشارع او مطب صناعي. خبر غريب بصراحه يعني. المهم مستشفى بهتيم ايضا بشبرا الخيمه خارج الخدمه، نقص الخدمات والتخصصات، دي اهم المشاكل اللي موجوده في هذا المستشفى ده، بالاضافه للمركز الطبي بونستورت والمستشفى الحميات في بهتيم، واللي اتصرف عليها حسب كلام السادة المسؤولين ملايين لتطويرها. شايف كده إهدار الملايين من الجنيهات بالمركز الطبي وحميات بهتي. في طلب برلماني أيضا اتقدم به أحد الأعضاء اللي هو محمود عبد العزيز لمجلس النواب بشأن عدم اتخاذ إجراءات لتطوير ميدان بهتي. ميدان ده كانت أعلنت الحكومة عن تطويره بمبلغ 5 مليون جنيه ولم يتم التطوير. فعضو مجلس النواب بيسأل أين ذهبت الملايين ولماذا لم يتم تطوير هذا الميدان. الحكومة بتعمل إيه بقى في شبرا الخيمة في الأليوبية؟ بتهد بيوت المواطنين، طمعانة في بيوتهم وطمعانة في أرضهم. ويمكن عزبة رجب واللي حصل في عزبة أنور وعزبة عزيز والعزب وعزبة أبو رجب، العزب اللي الحكومة بتحاول تسيطر عليها وتهد بيوت المواطنين فيها، يقول لك إن الحكومة دي خلاص يعني سابت مشاكل المواطن
وتفرغت كيف تستفيد من أراضي المواطن. أزمة هي في عزبة رجب والأهالي عايشين في رعب ومهددين بفقد بيوتهم. دي كانت قصة سيادة المحافظ الهجان اللي بيقول أنه قضى على العشوائيات في محافظة القليوبية، والحقيقة أن المشاكل بتزيد يوم ورا يوم.